وصلنا اونفان لشهر تاع ديسمبر اللي وعدتنا به نتفليكس، والبداية بدات ب 15 بروغرام جديد ديجا غير لا سيمين الاولى، ميم با لا سيمين سي لا دومي سيمين. جين كامبيون تولي بعد 12 عام الدنيا لو ميتراج تاعها، نشوفوا كاع لو باد اوف لو بيست اوف وكاع جديد اللي لحق في لا بلاتفورم، ونولوا نحكوا على لو نوفو جين كامبيون. نبدو توجور بلي بروغرام اللي ما عجبوش كلاسي باد اوف 29 لا دوزيام بارتي تاع ليكسكلوزيفيتي نتفليكس لي ماتر دو لونيفير ريفيلاسيون، جات بعيدة على لا بي دي تاع لي زاني 80 ولا مودرنيزاسيون خسرت شويه لا نوستالجي. موراها بروزد تاع ومع البيري نوتي 12 على 20، واللي قربت من الطوب مالغري نوت شابه لا سيزون 1 تاع سوبر كروكس بلا نوت تاع 13 على 20. في التوب 3 هاد السيمانه نلقوا في الثوازيام بوزيسيون بلانو تاع 14 على 20 سوكسي لاس ليس دي لا فرونتيرا، لو فيلم اسبانيول داكسيون بوليسيير يعيش 1978 من نادو يعيش صيف تاع لي براكاج ولي بورسويت مع كليكه جديده، بروغرام من 16 عام بلس. دوزيام وبتقليعه شابه لا ميني سيري ترو ستوري تاع ويسلي سنايبس وكيفن هارت ب 15 على 20، مور سهره مع اخوه في فيلادلفي اللي تمناصي له لا كارير تاعه وكاع حياته هانيموريستيسي يرقع كما يقد، درام بوليسي امريكا من 16 عام بلس. برومي لو ميور فوت هاد السيمانه يروح لا بروميير بارتي تاع لا سيري لايت ذا نايت بلا نوت 16 على 20، ديريكسيون لي زاني 80 من لي زومبلوي تاع ان كلوب جابوني يعيشوا اميتي شاغرا قتيله ولي ديسبوت، بروغرام من 16 عام بلس. في الجديد هاد السيمانه نبداو بالصغار مع تشارليز كولور فروم سيتي، شارلي انفونتي دي زيستوار بلي زوتوكولون وي دوموندي للصغار باه يعاونوه، ايماجيناسيون كبيره بشحال من افونتور بيان سور لكاع لي زاج. من 1 ديسمبر الفيلم سباركل مع ويدني هوستون راه ديسبونيبل، في لي زاني 60 خواتات يشيعوا بالموسيقى وسوكسي يخسر بيناتهم بالوقت، درام كوميدي ميزيكال من 13 عام بلس. من البرومي تقدو تشوفو ولا تعاودو كالكو بو فيلم كيما تاكسي درايفر مع روبرت دينيرو جودي فوستر ورياليزي بار مارتين سكورسيزي عن 1976، فيلم بوليسي من 16 عام بلس. Nowhere to Run فيلم دار مارسيو 1993 مع جون كلود فون دام من 16 عام بلس، ولا لو فيلم اناكوندا تاع 2008 فيلم دورر من 18 عام بلس. من ناحية ليزانيمي لو جابون جاب طوكيو غود فادر من 13 عام بلس. نتفليكس تبروبوزي من 1 ديسمبر الانيمي اكسكلوزيف غرين سنيك، برودكسيون شينواز من سي تسوفي خوتها كزياو تلقى روحها في اون فيل بيزار وتلقاها نانكونو اللي نسى الباسي تاعه، افونتور فانتاستيك من 13 عام بلس. اكسكلوزيفيتي نتفليكس ومن 1 ديسمبر ذا باور اوف ذا دوغ، فيلم تالي تاع جين كامبيون مع كريستين دانست واللي غادي نحكوا عليه في لو كود كور، ان كوبوي اوتوريتير دايها مور مرت خوه ولدها مي لي سكري تاع الباسي يخرجوا فيه، وسترن دراماتيك من 16 عام بلس. لي 3 سيزون الاولى تاع لا سيري ذا جود دكتور واللي داروها لي ميم اللي داروا دكتور هاوس لحقت في نتفليكس، ان شيروجيان جيني فيه لو سيندروم اسبرجر يدخل في اوبيتال يافرونتي فيه لي كوليغ تاعه ولي باسيون، بروغرام من 16 عام بلس. لي فان تاع جوجوز بيزار ادفنتور يقدوا يرحبوا بلا سيزون 5 اللي لحقت لو برومي هي الاخرى مانجا جابوني من 16 عام بلس. لا سيزون 3 تاع لوست ان سبيس انطلقت هي تاني من 1 ديسمبر مور كراش في اون بلانيت ما يعرفوهاش لا فامي روبينسون يحوسوا يهربوا بصح الدونجي ما يقلش، اكسيون افونتور من 7 سنين بلس. من 2 ديسمبر تقدو تشوفوا لو فيلم اكسكلوزيف نتفليكس ذا وول تروث، من خوت يلقوا حله في حي جدهم يصروا احداث يبينوا دي سكري صومبر تاع كاع الفاميليا، فيلم دورور من 16 عام بلس. La saison 1 تاع Rain or Shine لا سيري كوريان لحقت لو 2 ديسمبر، ايموبل كومبلي طيح يسلكوا منه الزوج يتراطوا ويسيو ينسوا لو باسي انصومبل، رومانس دراماتيك من 13 عام بلس. لا ميني سيري بلج كويوت تلانسيت لو 2 هي تاني، في غابة دي سكوت يلقوا دي ديامون اللي غادي يمتحنوا لاميتيي تاعهم ولانستا سيرفي، 6 تاع لي زيبيزود تاع 40 مينوت من 16 عام بلس.
محمد 3 ديسمبر تلقوا ميكس تيب كوميدي دراماتيك اي فاميليال. ومن 1999 بيفرلي تلقى ان كاسيت تاع والديها اللي ماتوا وفيها كومبيلاسيون اللي غادي تسمعها باه ديكوفريهم فيها بروغرام من 7 سنين بلوس. L'animé Jurassic World ou là le 4 décembre, la quatrième saison, c'était à les ados fi colonie futuriste, ils les qu'ils ont yta'aounou, min yخرجou fihom des dinosaures futuristes, programme من 7 سنين et plus. Le 3 décembre, quand il y a la deuxième partie de la saison 5 où Telia est à Casa de Papel, la fin est le plus grand casse dans le monde, Karbet, où il y a comme braquage, radi kemmel, comme harb, série espagnole, من 16 ans et plus. Le film The Power of the Dog sur Netflix, Jane Campion a fait le défi de le film western. La grande cinéaste néo-zélandaise a sorti un thriller qui jumelle entre le cowboy toxique ou le banjo assassin. Résultat magistral. It's just a man. Only another man. Montana, États-Unis, 1925. 20 ans mort le mot نتاع المونتور تاعه. فيل يعيش في لانوستالجي تاع الباسي ويجيري الرانش تاعه بلا شراكة. من خوه جورج يتزوج بروز اللي تلعبها كريستين دانست يبدو الشريات سورتو كجي هي ولدها. جين كامبيون اللي ما خرجت حتى فيلم 2009 أدابتت لرومان تاع توماس سافيج في ان ديكور ويسترن وتدينا وتجيبنا بلي فوس بيست في فيلم ايموشنال تقيل وخفيف على حسب لا سيتواسيون. Sûrement qu'un thrill est allé traduire une danse pareille. Jane Campion pour le piano. مستحيل ما نشوفوش لو غران سوكسي تاعها لا لوسون دو بيانو اوسكاريزي في 1993 وفي شحال من لقطة. ميم ولا روز ما تتقاسم حتى حاجة مع ايدا اللي كانت تطلق في صوتها. لام تاع الانسترومون اللي جاب الاوسكار الاول جين كامبيون نلقوه عايش في انسترومون واحد اخر البانجو تاع الويسترن.